السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الموقع دوت. الموقع ده عامل زي سكراتش، هي نفس الفكرة ونفس التطبيقات، لكن في بعض الإضافات اللي هنشوفها مع بعض دلوقتي. دلوقتي أنا هقول له أنا عايز أعمل كرييت. هتحس إن الواجهة قريبة من سكراتش، لكن في ميزة هنا اللي هي الإكستنشنز الامتدادات ديت. فأنا ممكن أجي هنا وأقول له أنا عايز حاجات خاصة بغاندي، وهتلاقي حاجات مثلا خاصة بالدائرة الكهربائية، حاجات خاصة بلغة البايثون، حاجات خاصة بحاجات كتير قوي. فأنا هاجي هنا وأقول له إن أنا عايز حاجات الفيزيكالز كده، أنا سطبتها. فلما برجع هنا للكود بلاقيها نزلت عندي هنا. طيب أنا محتاج إن أنا أعمل إيفنت، ده إيفنت عام أول ما نبدأ اللعبة، بإن إحنا ندوس على علامة جو، وهقول له لو أنا دوست على زرار معين. الزرار ده ممكن يكون مثلا أي حرف أنا أختاره. طيب هنا هقول له ان انا عايز احط بعض البرمجيات، زي مثلا انا عايز اعمل سيت اب الستيج بالشكل دوت، تمام. طيب ممكن اقول له انا عايز اعمل مثلا جرافيتي اهو، وعايز اعمل انيبل، تمام، للعنصر اللي احنا مختارينه، وتختار المود لو انت عايز. طيب عايز بقى اعمل السيموليشن فور ايفر، فاجي هنا في فور ايفر اهيت من كنترول، واقول له ستيب سيموليشن. طيب لما هتدوس سبيس بقى المفروض يعمل ايه؟ المفروض عايزه يعني كانه بيقفز لفوق، فهقول له ان انا عايز اعمل بوش ويز فورس بمقدار 25 في أن اتجاه الزيرو ده اللي هو اب. لو انا جيت هنا تقدر تخليها زيرو او 90، يبقى كده يروح ناحية اليمين. طيب هقول له جو، بص الجاذبية بدأت تنزله لتحت. طيب هقول له بقى ايه سبيس، يبدأ ايه يقفز. بص انا دوس كذا سبيس فبدأ كأنه هو بينط، واحد اتنين تي 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 تي. لو نزل تاني سمع كلام الجاذبية. طيب ممكن اقول له لا خليها مثلا في 45. بص بعد كده لما تدوس سبيس دايركشن، خمسة وأربعين سبيس، بص بيوتي حتى تطويع بسبب ان انا ايه من 45. هو بقى قوانين الجاذبية بتعامل معاه. طيب لو انا عايز اخليه زي في مربع هنا، عايز ارسم انا بعض الشخصيات، اقول له بنت، وممكن تيجي هنا ترسم دايرة او ترسم مستطيل، تمام. كود ممكن بقى اخد الكود هنا اللي نوقف، نقدر احنا نسخ كود اهو ليه دوت، وهنسخ برضو الكود دوت. ممكن من غير ما تستخو تختار انا عايز سيركل او بول لاين او كده، او قول كل الشخصيات اللي موجودة دلوقتي هو الجاذبية لما بتدوس بقى ايه. طيب ممكن هنا بقى اقول له ايه، انا عايز بدل سبيس عايز زرار اب، وعايز يبقى زيرو لفوق. بص لما ادوس على اب ده اللي هيتحرك. طيب ممكن اجي هنا واقول له انا عايز ده اب، وبعد كده في عندي رايت مثلا، الرايت اخليها مثلا 90. بص فهتقدر انت تتحكم وتبدأ تشوف قوانين الجاذبية هتبدأ انها تمشي من اي اتجاه.